ازيكم تلاميذي الأعزاء؟ معاكم إسلام ماهر، مدرس اللغة الإنجليزية سنة تالتة ابتدائي من مدارس المنتزه الخاصة. والنهاردة هنتكلم عن الإضافي، تمام؟ كتاب الإضافي يونت 3. look at me، look at me يعني إيه؟ انظر إليّ. look at me يعني إيه؟ انظر إليّ. ده عنوان اليونت. عندي أول حاجة بيقول إيه؟ look at me، انظر إليّ. look at me، انظر إليّ. معنى ان هو بيقول لك look at me، انظر الي، تمام؟ معناها ان هو بيعمل حاجة دلوقتي حالا، بيعمل حاجة دلوقتي حالا. يعني هو بيقول ايه؟ I am playing football. ده مضارع مستمر، اسمه مضارع مستمر، تمام؟ يعني هو بيعمل ايه؟ حاجة دلوقتي حالا. طيب المضارع المستمر ده بيتكون من ايه؟ I زائد ال am زائد ال verb زائد مضاف له ال ing. I am و play ضفنا عليها ال ing وكملنا الجملة، بيقول I am playing football، تمام. الصورة التانية بيقول ايه؟ look at him، انظر عليه. يبقى حاجة بتحصل دلوقتي حالا. he is watching TV، he is watching TV. يبقى ده ايه؟ برضو مضارع مستمر. مضارع مستمر برضو بيتكون من he زائد is زائد ال verb مضاف له ال ing. he is watching TV، تمام. بص بقى على الصورة اللي تحتها. number one look at the butcher، اللي هو ايه؟ جزار، تمام. he is cutting meat، he is cutting meat. هو بيقطع ايه؟ اللحمة. هو بيقطع ايه؟ اللحمة، تمام. he بعدين is بعدين ال verb مضاف له ing، تمام. ادي جملة. الجملة التانية number two look at the mechanic، بص على الميكانيكي. he is repairing a car، هو بيصلح الايه؟ العربية. he زائد is زائد ال verb مضاف له ing، ده مضارع مستمر، يعني حاجة بتحصل دلوقتي حالا، تمام. look at the soldier، اللي هو الجندي. he is carrying، هو شايل ايه؟ a gun، بندقية. he زائد is زائد الفيرب مضاف له ال ing وتكملة الجملة، تمام. number four look at the nurse، بص على الممرضة. she بعدين is بعدين الفيرب help مضاف له ing وتكملة الجملة. she is helping a sick boy، تمام. طيب دلوقتي في الرقم خمسة عندي الولد. look at the boys، بص على الأولاد. they are playing football، هما بيلعبوا كرة قدم. look at the boys، بص على الأولاد. they are playing football. they صاحبتها ال are، تمام، زائد ال verb مضاف له ing. رقم ستة look at، انظر على the taxi driver، اللي هو سواق التاكسي. he is driving a taxi. طبعا زي ما احنا قلنا في المضارع المستمر بحط he زائد is زائد الفيرب مضاف له ال ing، تمام، وبكمل الجملة. طيب بص بقى القاعدة دي مهمة جدا. I زائد am، I زائد am، تمام، بتاخد الفيرب مضاف له ing زي I am playing، تمام. he و she و it، تمام، he أو she أو it بياخدوا is زائد الفيرب مضاف له ing، تمام. اهي example مثلا، قول he is playing، she is playing، it is playing، كل ده انا ممكن اقوله. طيب they و we و you و are، تمام، بياخدوا ايه؟ they و we و you او are بياخدوا الفيرب زائد ال ing، تمام. ممكن اقول they are playing، we are playing، you are playing، تمام. تاني يبقى I زائد ال am زائد ال verb مضاف له ing، ده مضارع مستمر. يبقى مضارع مستمر بيتكون من ايه؟ I زائد ال am زائد ال verb مضاف له ing. he أو she أو it زائد ال is زائد ال verb مضاف لها ال ing. he أو she أو it زائد ال is زائد ال verb مضاف لها ال ing. they أو we أو you زائد ال are مضاف لها ال verb زائد ال ing. ده هو ده الـ present continuous، المضارع الايه؟ المستمر.
دلوقتي هنتكلم عن الفوكاب، تمام؟ الكلمات لوك يعني ينظر، لوك يعني ينظر، فوتبول يعني كرة قدم، فوتبول يعني كرة قدم، بوتشر اللي هو الجزار، بوتشر اللي هو الجزار، نيرس اللي هي ممرضة، نيرس اللي هي ممرضة، ميكانيك اللي هو الميكانيكي، ميكانيك اللي هو الميكانيكي، تاكسي درايفر اللي هو سواق التاكسي، تاكسي درايفر اللي هو سواق التاكسي. دلوقتي بقى نبدأ نحل. أول واحدة هي نقط ام ولا از ولا ار كاتينج ميت. أيوة كده، برافو عليك. از تمام، في النص. هي از كاتينج ميت عشان هي بتاخد از، تمام. هي زائد از زائد الفيرب مضاف ل اي ان جي. وي ار نقط تي في. أيوة كده، برافو. واتشينج تمام، عشان we are زائد الفيرب مضاف له ing، ده ايه؟ present continuous، تمام. رقم تلاتة، نقط is the baker doing؟ تبقى ايه؟ ايوه كده، برافو عليك. what is the baker doing؟ يعني ايه الخباز بيعمل ايه؟ تمام. رقم فور، current تمام is نقط a sick بوي، يبقى ايه؟ ايوه كده، برافو عليك. اللي في النص helping، بتساعد. اي نقط playing football. اي صاحبتها ايه؟ صاحبتها الام او الواحدة. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. دلوقتي بقى هنقول الاجابات. اول واحدة is، تاني واحدة watching، تالت واحدة what، رابع واحدة helping، خامس واحدة ان. شكرا تلاميذي الأعزاء على استماعكم لي، شكرا لكم.